والليلة غالب الفرق الضالة ديل أكبر من أكبر أسباب ضلالهم إنهم ما بيشتغلوا بعرقهم. أمسك الصوفي، أنت قالوا فاتح له قنوات عشان يرد علينا ليه؟ لأنه العيش بتاعه بدأ يتقطع، فهمت؟ الناس بدوا يوعوا، ما في زول تاني بجيب مرته للشيخ عشان يديها جنة، دي كده نقاطة وقفت، فهمت؟ ما في زول بيجي للشيخ عشان الشيخ يعرف ليه غنمايته وين، دي نقاطة وقفت. وهكذا الصحابة ديل كان بالنهار بيشتغلوا بعرقه وبالليل يقيموا الليل، ما بيجروا ويدسدسوا ويضيعوا دينهم ودعوتهم من أجل أموال كما يفعل كثير من الجماعات. خذ مثالا أنصار السنة، جماعة الشغالين بيجايدين أسي عمك كلبين بحده، تقال سبب ضلاله شنو؟ سبب ضلال الريالات، هو لو اشتغل شال حطب، فهمت؟ أو جانا هناك في السجانة نشغله على التالي ولا غيره، كان خير له، كان خير لك مما تباري لك ناس اشتغلوك بالقروش، فهمت؟ الريموت كنترول يقول لك تعال يا حمد صفا تعال، الله مش هجيب بيجاي شوت الجماعة دي، وانت هجيب بيجاي يا زول دي بقروش، تبيع دينك بعرض من الدنيا قليل. لأن أخواننا يزول بفك كضة، خاصة إذا كانت كضة في الأولية، وما فك كضة في الأولية، الصحابة دي الأولية، قال الصحابة اقتتلوا في السلطة، ربنا داري نجم لك يوريك إنه زول ده مهين وأنه يلهث وراء الدنيا، كما قال الله عز وجل واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه شيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. العلماء قالوا الكلب لو عطشان بمرق لسانه، ولو ما عطشان بمرق لسانه. ما رأيت هذا المثل ينطبق على أحد كما ينطبق على ذلك الدجال القصير. والله يجب شفت بني آدم زي ده انطبق فوق المثل، أنا أصو ما لقاه. والله تديه 200 جنيه تلقاه بعين لك كده، تديه مليون جنيه والبنزين شنو والشيء شنو وكلام فارغ ساكت. زول يلهث وراء الدنيا، خليك زي الصحابة الكرام العظام، خليك زي الأنبياء اللي بيقولوا لأقوامهم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، ما داري من الناس قروش. احنا الليلة دعوتنا دي ما داري من الناس قروش، احنا دارين الشعب السوداني وكل المسلمين يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. تعبد الله مخلصين له الدين، تعرف التوحيد، تعرف أهل الشرك والضلال وتبعد منهم. ده لأن احنا دارين لك، ما دارين نعبدك زي ما بيعمل الصوفية. أستاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير، له أتبع كالصغير لا تميل أبدا لغير. يعني لو كنت تجاني ما تبقى ختم لأنه يخشى عليك قال من سوء الخاتم، فهمت؟ ما لا تتبع لغير، كن له قريب جار أخدم من غير جار، أو عاك من الكجار ومعاملة التجار في كربك عنده بتغيثك جنده لا تضحك عنده، ده كل ضلال وباطل ما تدعو إلا الله سبحانه وتعالى. برضو أنصار السنة، فهمت؟ الآن في واحد قبل شوية أنصار السنة برضو بكورك بيجاي، ده الصوفية لما طقوا في أهل هناك أخواننا ديل هم المشوليو أهل العصبجية اللي بيتكلم عنهم ديل، ما أفضل بيقف معاك في الحرة غير العصبجية ديل، فهمت؟ الجماعة ديل كلهم ناس ديلك عبارة عن كومة بتاعت قطن ساكت، فهمت؟ النفاشة بتاعت القطن دي ما بتثبت تحت، بيثبتوا معاك الناس الراكزين نحسبهم والله وحسيبهم، لأنه ديل ما أرقي الله. أنت ما فاهم الحاصل، لما سأل هرقل أبا سفيان عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال وسألتك عن من يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال وهم أتباع الرسل. أصوا أتباع الرسل ديل ناس ناشفين ما دارين دنيا، فهمت؟ ما دارين عربية برادو، ما دارين ابن لو جامعه، ما دارين أي حاجة، دارين الدار الآخرة، دارين ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك الشغل الحار ما بتقدر عليه. الآن عمك ده بقى يشرح رياض الصالحين والبرع ذاته كم سنة حتى يجي في لسانه وهكذا. لماذا؟ لأن أخواننا هذه الظروف تجلب الظروف، الظروف تجلب الظروف. انت لا تجري تعمل فوق داعية التوحيد، يجوك الأخوان المسلمين أسمع المحلة دي خليها، ما بخليها، والدعوة الحق، وإننا سوف ننبسط ولن نتركهم، أوك الآخر. أيوة هكذا، دي عمنا خليها معك
أي والله طبعا هؤلاء العصبجية يا زول، هؤلاء العصبجية ولا هؤلاء الخمسينات تم بتلعب علينا نحن على خمسينات ديل الخلاق تلف الدور، ولذلك ديل ما ترجو منهم حاجة. الصحابة ديل كانوا يحتبون بالنهار ويصلون الليل، النبي صلى الله عليه وسلم رسلهم فغدروا بهم في مكان يسمى بئر بعونة. فلو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعلم الغيب لما أرسل هؤلاء الصحابة الأفاضل الذين هم من خيار الصحابة مع هؤلاء القبائل حتى يقتلوه، لأن ربنا قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.